dietro ma قلبي ماله حب خلاص خميس ايه انا عايز اعترف لك على حاجه في ايه انت انقذتني من الطريق اللي انا كنت ماشيه فيه طريق ايه طريق الكباش ايه سيبك من طريق الكباش اللعين خلاص انت هتشتغلي معايا وهنعمل الرقصه اللي هنكسر بيها الدنيا الحلاوه دي انا مش مصدق المستوى اللي انت وصلتي له كل ده بفضلك انت يا خميس بقول لك ايه ايه انا هتجوزك ونجيب عيال ونعلمهم احسن علام وندخلهم مدارس زوسر سكول للغات وتشتغلي معايا فين في شارع الهرم اه بينا ورا المعبد ايه ده شفت يا ابن خميس شفت بتعمل شفت تحت عامله رجليها ازاي ده ما طلعتش من قد ما طلع الكاوتش طلع الكاوتش عشان كده منفوخه بقول لك ايه اموت واعرف الناس دي بتعمل ايه ورا المعبد الهكسوس جايين من ورا المعبد الهكسوس جايين من ورا المعبد نحن الهكسوس اسم صنعه تاريخ الهكسوس مش مجرد اسم الهكسوس اسلوب حياة الهكسوس لو ده جنان اتجنن مكملين ترارا متجمعين ترارا بكل اشكالنا والواننا راجعين لقد دخلنا الى مصر واحتلناها استنى ملك قادم خليه يكمل جملته فضل لقد دخلنا الى مصر واحتلناها ولن يستطيع احد ان يخرجنا منها طب وانت بلغتك العربيه دي ازاي تدخل مصر من غير ما تاخد اذن اهلها عادي خبطت لقيت الباب مفتوح دخلت يعني بجد عادي يعني بلطجه كده يعني بلطجه يا احمد الهكسوس جم الهكسوس جم الهكسوس جم الهكسوس جم والمصحف والمصحف الهكسوس جم يا عم التخيل الهكسوس جم ايه الهكسوس جم شد من هنا منين شد من هنا شد من وشي شد من قدامي الهكسوس جم الهكسوس جم ما هم دول الهكسوس يا احمد يا راجل والله يا خرب بيتك يا مصر ايها الشعب المصري اللي هيطرد الهكسوس بره مصر هو اللي هيتجوز بنتي كلام جد اه يعني انا لو طردتهم هتجوزني بنتك والله بس خلصني يلا اطلع بره اطلع بره اطلع بره يلا اطلع بره مفيش الكلام ده اتكل على الله يعني مش هتطردوا لا ماشي تلعبوني على الارض العب يا نجم
لعبنا على الارض؟ العبك على الارض. 3-3 3-3 فين فريقك؟ في ماتش كوره يا جدعان راكب؟ يا ريت، انا ما لعبتش من رمضان اللي فات. تمام، وانت؟ امين يابا، بس ايجار الملعب عليهم. ماشي، فرقتي اهي. دي فرقتك؟ التخين والقبيح وانا الطيب. ماشي يا طيب. ماشي يا نجم، فين فرقتك انت يا شبح؟ اهم سمير وبهير وشهير. تمام. جاهزين؟ جاهزين. فلتبدأ المباراة وليدخل المعلق. يلا نبدأ المباراة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي كابتن ربيع شلبي من استاد أبو سنبل. من استاد أبو سنبل ننقل على الهواء مباشرة مباراة كرة القدم بين فرانا والهكسوس. الاستاد هينفجر، الاستاد هينفجر بينا ولا ايه؟ ان شاء الله مباراة حلوة، مباراة حلوة بإذن الله. وهو الهكسوس بيسخنوا اهو، من وجهة نظر الشخصية التي ليست لها قيمة اطلاقا، ان الهكسوس بيسخنوا تسخين عشوائي. خلي بالك خلي بالك، الفراعنة بيسخنوا اهو، وهو هيعملوا ايه؟ بيشدوا نفس عشان يظبطوا الدماغ. ما هو اللعيب غير ايه؟ غير دماغ ونفس، غير دماغ ونفس. وادي احمس الحكم اهو ماسك الصفارة وبيستعد، والجمهور بيعمل موجة حلوة حلوة، الموجة حلوة حلوة، الموجة حلوة، وبيشجعوا بيقولوا تعالى يا احمس، هي دي تعالى، هي دي يا احمس. خلي بالك هكسوس على مين؟ يا معفي مين؟ تعالوا شوفوا الفراعية. خناقة كبيرة جدا، خلي بالك. والآن مع السلام الوطني لمنتخب الهكسوس. أنا كل ما أقول له يقول لي هو لا، يجرحني وأقول له يقول لي برضو لا 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 لا. وزي ما احنا عارفين ان الهكسوس بيعبدوا الاله روبي من زمان جدا. والان مع السلام الوطني لمنتخب الفراعنة. احنا الفراع فراعنا، الفراع فراعنا، الفراع فراعنا، احنا احمس تبعنا، احمس تبعنا، احمس تبعنا، ولعوها. هلا هلا هلا، بيولعوا اللقاء. احمس بيتوسط الملعب عشان يلعب الرفة ونبتدي المباراة الحلوة بتاعتنا. يا نهار ابيض على الرفة، ايه اللي هيحصل؟ خلي بالك خلي بالك خلي بالك، اكيد 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 رفة هتحصل اهي. خلي بالك، بيطلع له فلوس. ده بيرشي ولا ايه يا جماعة؟ بيرشي ولا ايه؟ ده بيديها للفراعنة. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، خلي بالك بيعملها مرة تانية وبيدي له فلوس. ده بيقلبوا الهكسوس عيني عينك كده، بيقلبوا الهكسوس عين عينك، مش ممكن. خلي بالك ايه اللي فلوس مرة تانية، شكلها تقلب بخناقة ولا ايه؟ يا نهار ابيض، لسه بقول لحضراتكم بيصفر احمس وهنبتدي المباراة بتاعتنا. يا سلام على الروح الرياضية، بيسلموا على بعض، عايزين الدوري يرجع تاني يا جماعة، عايزين الدوري. أبو جلبية جه تاني، أبو جلبية جه تاني. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، الراجل ده موجود في كل العصور يا جماعة، في كل العصور أبو جلبية. وأحمس يتوسط الملعب عشان نبتدي المباراة الحلوة بتاعتنا. وأحمس ماسك الكرة وبكل حيادية هيلعبها لمين المرة دي؟ خلي بالك خلي بالك، بكل حيادية هي لعبها الفريق. يا نهار أبيض يا جماعة، المباراة ابتدت، هجمة حلوة، خلي بالك الكرة رايحة فين؟ إيه اللي بيحصل دوت؟ يا نهار أبيض على الخناقة، أحمس بيعمل إيه؟ يا نهار أبيض يا نهار أبيض. استوب الكاميرا يا محمد، استوب الكاميرا يا محمد يا ناصر. أنا شاكك، أنا شاكك إن في موس طلع في الماتش يا جماعة، في موس طلع في الماتش. عيدها لي يا محمد بالتصوير البطيء يا حبيب قلبي. أهو خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك، أهو دخل عليه الراجل، أهو في موس ولا مفيش؟ إيه الراجل هوقت، أهو طلع له الموس، أهو طلع له الموس، أهو. يا نهار أبيض يا نهار أبيض، خلي بالك خلي بالك خلي بالك. استوب الكاميرا يا محمد، نشوفها بسرعة بقى. اهي 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 اهي، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، خلي بالك خلي بالك، مش ممكن يا راجل، يخرب عقلك يا مجرم. جريلي الماتش يا محمد، جريلي. واحمس هو بيطلع وبيطرد اول واحد من الهكسوس، احمس اول واحد. ياه ياه، ماتش غريب جدا. خلي بالك خلي بالك، الدنيا هتولع المباراة.
ونرجع للمباراة الحلوة بتاعتنا، مباراة سخنة جدا. أحمس هيعمل إسقاط وهيرمي الكرة بكل حيادية لمين المرة دي؟ محدش عارف، بكل حيادية. خلي بالك خلي بالك أهو، يا نهار أبيض بالعمل فين مرة تانية؟ مش ممكن يا جماعة. إيه الواحد، إيه اللي بيحصل ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ ياه يا نهار أبيض يا نهار. استوب الكاميرا يا محمد يا ناصر، أشكرك يا حبيب قلبي. المباراة حصل فيها خناقة كبيرة لازم نشوفها. ارجع لي بالكاميرا يا محمد، ارجع لي كمان يا حبيب قلبي، كمان 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 يا محمد. لا مش هنا، ارجع ارجع يا حبيب قلبي ارجع. استوب الكاميرا هنا، خلي بالك بقى معايا، نشوفها بالتصوير البطيء. خلي بالك خلي بالك اهو، اكيد 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 اهو، قطعا عمل له حركة جون سينا. خلي بالك وحط رجله. استوب الكاميرا يا محمد، اهو اهو ضربني وبكى وسبقني واشتكى. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، خلي بالك يخرب عقلك، هو اللي ضربه وهو اللي ماسك عينيه. نشوفها زوم بقى، نشوفها زوم كمان. يا نهار ابيض، جري لي اللعبه يا محمد، اشكرك يا حبيب قلبي. يا والاحمس، احمس بيطلع الكارت الاحمر الثاني وبيطرد ثاني واحد بالهكسوس. يا نهار ابيض، مباراه صعبه، مباراه حلوه 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 المباراه، مفيش مباراه كده، متعه المتعه. نرجع مره تانيه للمباراه الحلوه بتاعتنا. احمس هيعمل اسقاط لثالث مره يا جماعه، هيلعبها بكل حياديه لمين؟ خلي بالك خلي بالك خلي بالك اهو بيلعبها. يا نهار ابيض ايه الراجل ده؟ خلي بالك، قال له كلمه ابيحه في ودنه ده ولا ايه؟ خلي بالك التاني لف ودنه وهبط ورسيه. يا نهار ابيض، واحمس يا نهار ابيض. خلي بالك، استوب الكاميرا يا محمد، الراجل ضربه زي زين الدين زيدان في ماتش مصر وايطاليا. خلي بالك خلي بالك، نشوفها بقى تاني بالتصوير البطيء. ارجع لي يا محمد اهو، ارجع لي يا محمد، اشكرك يا حبيب قلبي. يا خراب الراجل اهو، خلي بالك اهو، قال له كلمه غلط في ودانه اهو، والتاني لف بص للحكم، عمل انه هيموه ولف مره واحده واداله بالرصيه. استوب الكاميرا يا محمد، نشوفها من زاويه تانيه بقى، من زاويه تانيه اهي. لف قال له كلمة مش كويسة في ودانه، التاني عمل انه مش هيعمل له حاجة وخبطه. خلي بالك، استوب الكاميرا يا محمد، نشوفها من زاوية تانية، من زاوية تانية اهي اهي. الراجل اهو قال له كلمة، يا نهار ابيض، بص للحكم واداها له عشان كل اللي ما شافش يشوف. استوب الكاميرا يا محمد، نشوفها من الهليكوبتر بقى اهي. يخرب عقلك يا شلبي، الله الله الله، جري لي اللعبة يا محمد. واحمس اهو طرد اهو، انت تقيلة قوي بجد، والله تقيلة جدا. سلام عليك، ده انا خسيت 20 كيلو عشان خاطرك. 20 كيلو؟ ده انا دراعي كان هيتملك مني، وبعدين عمالة تترقصي لي. ما انت ترقصت معايا. انا ترقصت على خفيف. وبعدين انا بترقص لحد غريب، ما انا بترقص لخطيبي. ماشي ماشي. وبعدين اسمعنا بقى يا هانم، الاوضه دي اللي انت مهتميه بنظافتها قوي النهارده كده، انا اقول لك علشان الليله دي الاوضه دي نازل فيها عريس وعروسه، والليله ليله دخلتهم، دي ليلة ما بتحصلش في العمر غير مرة واحدة، فلازم كل حاجة تبقى مظبوطة. إن شاء الله اللي بتعملي ليهم في الأوضة ده هيعود لك في ليلة دخلتك وبزيادة. يا رب. صدقيني بزيادة. آمين يا رب. على الطلاق بزيادة. اتوكس. هو أنت جهزت أي حاجة في الشقة أصلاً؟ أنا جهزت كل حاجة يا هانم، ناقصني شوية رفايع بسيطة تافهة صغيرة. اللي هي إيه؟ اللي هي المعالق، الشوك، قط السفرة، قط النوم، الشقة، بس كلها حاجات تافهة وتيجي بسهولة. تصدق أنا كنت ظالمة ومفترية وقاسية وجبارة ومستفزة، بس بحبك. ما تجيبي أجيب إيه؟ هاتي 300 جنيه عسل منجم بيضربني كل يوم. قول يا عبودة، مفيش ولا مليم معايا. ماشي، أنا غلطان يا هانم، أنا غلطان. اللي كنت عايز أعمل لك مفاجأة في ليلة فرحنا. اللي هي امتى؟ اللي هو بعد 15 20 سنه القريب ده. كنت هعمل لك بقى ايه؟
شايف الفندق اللي احنا شغالين فيه خدامين ده؟ اه. كنت هخلي دخلتنا تبقى فيه ان شاء الله. يخرب بيتك يا عبوده، عايز تخلي دخلتي في الفندق ده؟ ده محدش يعرف عنه حاجه، ده الفندق ده متطرف وفي اخر بلاد المسلمين، ده احنا بينا وبين مدافن العالمين ما يكملش 3 دقايق. يا بنت افهمي، الدخله حلاوتها في الاماكن الهاديه. لا انا دخلتي لازم تكون في فندق في شرم الشيخ، فندق فيه هيصه وزمبليطه وناس طالعه وناس نازله وهي ايه الهبل ده؟ الدخلة مش عايزة الكلام ده خالص، الدخلة عايزة هس هس. ليه؟ ليه؟ لأن يوم الدخلة لازم التركيز يبقى في قمته. التركيز هيبقى في شرم. التركيز هنا أعلى. التركيز في شرم. التركيز هنا أعلى. والله التركيز في شرم. طب أقول لك على حاجة؟ إيه؟ تعالي أنا وأنتِ نتخيل إن النهاردة يوم دخلتنا. بجد؟ آه، وتشوفي بقى إيه اللي هيحصل. ماشي. ياه، أخيراً هشوف اليوم اللي هموت قبله. أخيراً بقينا لوحدينا. آه. أنت مكسوف مني ولا إيه؟ ده أنا بقيت مراتك. ما هو ده اللي مخوفني. لا ما تخافش، أنا عارفة إن أول يوم ده بيبقى رخم شوية، بس ما تخافش. هو الصراحة أصحابي كلهم قالوا لي إن أول يوم ده بيبقى كله بهدلة. لا ما تخافش، وبعدين أنت مالك ماسك نفسك كده ليه؟ ما تفك الزرار. لا. كل الله الزرار ده. ليه؟ أنا لو فكيت الزرار ده كله هيكر بسهولة. ما هو لازم النهاردة كله يكر. لا معلش، بعد ممكن نكر بعد أسبوع، مش لازم النهاردة. لا لا مش بعد أسبوع ولا حاجة. لا والنبي عشان طب سيبيني أول سنة هفك والله بعدها. سنة؟ لا 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 فك يلا. لا لا بعد إذنك، إيه قلة الأدب اللي أنت فيها ده؟ الله يخرب بيتك. طب طب بص. أبص إيه هو أنا أخوكي؟ أنت هتعملي كده إزاي قدامي؟ لا بص بص أنا هفك الزرار. لا يلا بقى. في إيه؟ لا لا هتعملي إيه؟ هفك أول زرار. لا يا لهوي على البجاحة. مفيش حاجة. يخرب بيتك القشطة ده. مفيش حاجة، هو الموضوع سهل قوي. لا سهل، انت يا لهوي انت بتتفرج على ايه؟ انا اللي بتفرج، انا بقولك اقلع. لا 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 بعد اذنك بعد اذنك، بس بس خلاص انا فهمت طلبك خلاص. ايه؟ فهمت اللي في دماغك. غمضي عينيكي وانا هقلع كل حاجة. هتقلع لوحدك؟ اه ربنا. كل حاجة. الله يخرب بيت بجاحتك. يلا يلا غمضي بقى، اقعد بص. مش هبص بس بسرعه. يا فضحتي يما. ايه خلاويص؟ خلاص انا قلعت كل حاجه. ايه ده؟ قلعت فين؟ قلعت اهو، زوري كله باين. يعني ايه زورك كله باين؟ انا متجوزاك عشان تقولي زوري باين؟ ما انا اول مره حد يشوف زوري والله. لا مفيش الكلام ده، فكي كده بقى. لا لا بعد ايه في اللي تلاقي؟ خلاص فهمت دماغك خلاص. بعد اذنك فكي لي السوسته. خلاص قلة الأدب والبجاحة اللي أنت فيها دي، أنا مش عارف أنا من بقية عيلتك. يا حظ الأسود. خلاص فهمت دماغك. ما تجيبي. أجيب إيه بقى؟ هاتي 250 وهيصبر عليا في الـ50 لأنه صاحبي. غوري يا عبود أطلع بره. حاضر. ما تشوفش وشك تاني. إلى على أبو شكل. تعالى تعالى. عايزة إيه؟ إزازة الشمبانيا دي سليمة؟ الصراحة دي مش شمبانيا. أمال دي إيه؟ دفنيك. إيه؟ أنت عايز تسموهم ليلة دخلتهم؟ ما تعالي بس افهمي، أسموهم إيه يا بت افهمي؟ ليلة الدخلة ما بيركزوش في الكلام الأهبل ده، بيبقى في حاجات تانية أهم. طيب والإزازة التانية وديتها فين؟ الصراحة الإزازة التانية بعتها وديتها للمنجد عشان هريني ضرب في الراحة والجاي. يا لهوي، عايز تجهزني بفلوس حرام؟ يعني هو إحنا لقينا الحلال وقلنا لأ؟ بس خلاص سيبك من الكلام ده كله. ما تجيبي أهي 300 جنيه أهي. ما تجيبي بوسة. بجد؟ الراجل هيفرح بال 300 جنيه قوي والله. اطلع بره اطلع بره، ما اشوفش وشك تاني. ماشي خلاص. عيل فقري. شكلك. اعوذ بالله. ماشي ماشي. الو؟ ايوه مستر حسان. بجد؟ حاضر حاضر هبعته. حاضر. ايه في ايه؟ مستر حسان بيقول لك العرسان وصلوا تحت في الريسبشن. يا لهوي عرسان اللي هم بجد اللي هم. اه يا هشوفهم. ثانيه واحده. حاضر يا عبود. انت يا زفت يا عبود. ايوه يا مستر حسان. يا عبود. ايوه يا مستر. ايه في ايه؟
يا عبود انا مش كلمتك قلت لك تنزل بسرعه؟ ما يا ايه ما شاكا ما شاكاشا انا ابتديها هبل ولا ايه؟ عريس والعروسه جم، انزل هات الشنط بتاعتهم يلا. حاضر يا مستر. حاضر. ايه الاخبار؟ الاوضه تمام؟ كله تمام يا مستر حسان. كل حاجه مظبوطه؟ كله تمام. عريس والعروسه دول انا عايزهم ييجوا عندنا النهارده يتبسطوا، لان بعد كده هيجي لنا ناس كتير. هو الاوتيل بتاعنا محذوف شويه جنب مقابر العالمين، بس مفيش مشكله. ها يعني الحمد لله، هو بس فاضل لنا بسين ويبقى الاوتيل نفسه كل حاجه فيه 100 100، بحيث الناس ينزلوا البسين يطلعوا على اوض النوم يناموا على طول. اكيد حضرتك. ويا سلام كمان لو جاكوزي. يا ناس ينزلوا الجاكوزي وبعدين يطلعوا على البسين وبعدين يطلعوا على اوض النوم يناموا على طول. طبعا. ويا سلام لو مطعم. يا بحيث الناس ياكلوا وبعدين يروحوا الجاكوزي وبعدين يروحوا البسين وبعدين يطلعوا يتخمدوا على طول. ويا سلام لو كم اوضه كمان في الاوتيل ده. احنا الاوتيل بتاعنا حلو يا ماما. حضرتك كل اللي بتقول عليه ده رفايع، المهم الزباين يجوا. مالهم الزباين؟ ما الاوتيل مسكون وزي الفل. مسكون؟ اقسم بالله قلت الاوتيل ده مسكون. انت بتحس بحاجات غريبه صح؟ لا مسكون، انت فاكره مسكون عفاريت وبتاع؟ لا مسكون مليان زباين. تناسي الاربع زباين اللي جولنا الاسبوع اللي فات؟ ها وسالوا على عنوان تاني ومشيوا. وقبليهم الرحله كانت 25 واحد. ها فاكراهم دول؟ فاكراهم. ما عجبهمش الاوتيل ومشوا. يا المهم، بس اهم حاجه العريس والعروسه دول انا هحضر لهم مفاجاه. المفاجاه دي الناس كلها هتشوفها، هيتبسطوا بجد، هيتبسطوا. بعد ما يتبسطوا هيجي لنا ناس بالهبل يا رب ان شاء الله. يا لهوي، ايه ده؟ الاوتيل مسكون ولا ايه؟ في ايه؟ مش عارف في ايه. في ايه؟ ايه في ايه؟ ايه اللي حصل؟ في واحد تحت لابس وش غريب قوي وماسك سكينه في ايده وضرب منتصر جوزي بالسكينه في وشه. منتصر العريس ضربه في وشه؟ ما عرفش ينشن على صدره ولا ايه؟ ضربه في وشه؟ يا نهار اسود. طب وبعدين هو فين؟ مش عارفه يا استاذ، والله انا مش عارفه في ايه، مش فاهمه. ده سفاح. السفاح جالنا لغاية هنا. ايه ده؟ انت عرفت منين انه سفاح؟ يعني ماسك سكينة وفيها دم يبقى مبيض محارة. لازم اقتلكوا انتوا الاثنين. هيقتلكوا انتوا الاثنين بيقول. حضرتك احنا عملنا ايه طيب؟ في ايه؟ اقتلكوا عشان النهارده يوم فرحي. مقلب مقلب. وانت شربت المقلب مقلب. حضرتك عامل فينا مقلب يا. ايوه انا العريس وعامل فيكم مقلب. يا حضرتك دمك خفيف قوي. يا جميله، شفت المقلب اللي عملناه فيهم؟ حضرتك لطيف جدا ما شاء الله. احنا لازم نضحك عريس وعروسه. ها مستر حسان. ايوه في بورصه على كتفك. مقلب مقلب. ايه اللطافه دي؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، نورتنا. ايه ده، انت ما بتخافيش من الفيران؟ ايه اللطافه دي؟ حضرتك دمك خفيف قوي. مستر حسان انت ما بتتخضش زي ما انا عايز. حضرتك ما انا اتخضيت يعني؟ لا مش بتتخض حلو. والله اتخضيت حلو. اتخض خضك تتخض حلو. حاضر انا اسف يا فندم. ايه ده السقف يقع عليك؟ ياه. دي خضة دي. ما اتخضيت اهو يا فندم. لا من الخضة دي مش عجباني. خضي الارض بتفلع من تحتك الحق. ياه. ايه رايك حضرتك في الخضة دي؟ حلوة دي. جميل. انا احب المفاجآت بالذات بقى يوم فرحي. حضرتك تعمل يوم فرحك اللي انت عايزه يا فندم، واحنا بنرحب بيك واهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا جميلة جميلة. الشنط يا فندم اهي وتقيلة قوي. مش عارف ايه دي، فيها قتيل دي ولا ايه؟ ايه ده؟ انت عرفت منين فيها قتيل؟ يا لهوي. مقلب مقلب. دي خشب يهبل. حضرتك سخيف قوي يا فندم. عبود عبود، البي يعمل اللي هو عايزه، النهارده فرحه وجاي يتبسط وعندنا في الاوتيل لازم نشوف اللي هو عايزه. حضرتك الترابيزه دي عليها ازازه شامبانيا كومبليمون من الاوتيل،
حضرتك لو احتجت اي حاجة عندك التليفون، هتكلم رقم 9 الريسبشن، انا اللي هرد على حضرتك بنفسي. حضرتك احتجت اي حاجة من روم سيرفيس كلم 7 هرد عليك. اوكي. احتجت حاجة من الدراي كلين كلم 3 هرد عليك. ايه ده؟ طب لو احتجتك انت اعمل ايه؟ لا ما انا ما بقاش فاضي، بقعد ارد على الحاجات التانية. ما يصحش كده يا باشا. حضرتك نورتنا واهلا وسهلا. يلا بقى اتفضلوا. يلا يلا, يلا يا بنات، يلا يا بنات. اهلا وسهلا. يلا 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 يا عريس يا صغير. انا اسمك ولا حد يقول لابس ومغير وانا اسمك ملايين كتكوت. يلا اتفضلوا. الف الف مبروك. الله يبارك فيك. مع السلامه. الف مبروك يا عريس. عريس ها فرحك النهارده ها. يلا يا روح قلبي اخيرا بقينا لوحدينا. يا مول الطاهر رش الملح سبع مرات. شيك 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 شيك. يا مول الطاهر رش الملح سبع مرات. يا عريس يا صغير على الاتفت ولا حد غايت ومغير راكب. مستر اسف جدا. اسف ليه؟ ما تسيبهولنا نلعب بيه شويه. ده جميل قوي. حضرتك بقى يعني براحتك. ها يلا يلا. شكر قوي على الحاجات اللطيفه اللي انتوا بتقدموها لي النهارده. الله يخليك. مش عارف اقول لكم ايه. لازم نحتفل بحضرتك. يلا براحتك بقى عريس النهارده. ها ماشي. يلا اخيرا بقينا لوحدينا يا روح قلبي. هتجوز لا 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 لا. والله حلو قوي ده. مستر حسان. ايوه ايوه خلاص هعمل له ايه. يلا يا اهبل يلا. يعني ما ينفعش كده. يلا احنا اسفين جدا. اجيب لك واحد زيه. خلاص احنا احتفلنا. تعلقيه في العربيه براحتك. احتفلنا وكله تمام وحضرتك بقى اتهنى بليلة فرحك. اه نفسي اتهنى اصلا. الف مبروك يا فندم. الله يبارك فيك. براحتك خالص. ها هلا. روحي يا روحي يا جميله جميله جميله. اخيرا بقينا لوحدينا يا جميله. اخيرا يا حبيبي. يا روح قلبي. يا حياتي. الله في ايه يا بيبي؟ ايه اللي في ايه؟ تكسبنيش بقى. الله اتجوزنا يا روح قلبي خلاص وبقينا لوحدينا. مقلب مقلب. انت عبيط يا منتصر في عقلك ولا ايه؟ قومني. لا قومني. تعالي يا روح يا جميله جميله. اخيرا يا روح قلبي خلاص بقينا لوحدنا وقدرنا نتحدى كل الناس ونتجوز. اخيرا يا حبيبي. هي كانت جوازه عجيبه بس الحمد لله قدرنا نتجوز. فاكره لما جيت خطبتك ابن خالتك مات وابوك عمل حادثه وامك دخلت مستشفى المجانين؟ بس طلعت. طلعت ايه ده؟ انتوا دافعين فلوس عشان تطلع. لا والمصحف الشريف خفت. خفت ازاي واللي عملته امبارح في القاعه ده؟ تجري في وسط المعازيم بالبيكيني ده اسمه كلام امك تعمله واصحابي ناس مهمين؟ ده اسمه كلام؟ خلاص بقى يا منتصر. خلاص ايه بس يا روح قلبي؟ يا منتصر النهارده ليله دخلتنا. ما هي ليله اصلي واحده ودي ليله واحده بس في العمر. أيوة. ولازم نستعد لها. نستعد لها. انا جبت البلاي ستيشن معايا. لا ونعمل استعداد. ولا استعداد ده يا روح قلبي. إيه؟ انا جبت الايباد هقضيها جيمز طول الليل اهريكي. بس انت ما بتحبش تلعبني بلاي ستيشن عشان انا دايما بكسبك فيه. انت تكسبيني في البلاي ستيشن؟ ده انا اقطعك بلاي ستيشن. طب تلعبني ونشوف. هلاعبك واقطعك كمان. بس يا روح قلبي بس ايه؟ اروح بس اغير هدومي كده واروق على نفسي كده. هيا يا قمر انت واجيلك. ماشي يا جميله. يا جميله الجميلات ده انت هتتقطعي في البلاي ستيشن. انا همسح لك كل الجيمز اللي على الايباد. وهنا بقى مفيش نت يعني مش هتعرف تنزل ولا جيم. مش هسيب لك غير ارخم لعبه في العالم كله سوبر ماريو. ياه دي لعبه سخيفه.
انجاز دوس ستارت. ايه الفرهاده دي؟ انت سوبر ماريو. وانت جيت هنا ازاي؟ مش عارف، انا فجاه لقيت نفسي في الاوضه دي انا وانتي، مش عارف يكونش ده الليفل الجديد. ليفل جديد ايه؟ اكيد انت الوحش. لا انا مش قادره. بس يا لهوك ايه؟ ما تصوتيش، مراتي لو عرفت ان انا وانت هنا في الوضع ده هتفضح الدنيا. هو حضرتك متجوز؟ ام ماريو. هي قاعدة هنا معنا في الاوتيل؟ قاعدة في اوضة 11، وانا نازل هنا في ليفل 5 مش عارف اخلصه. لا 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 انا مش قادرة، مش قادرة! مش قادرة ايه؟ ايه الليفل الهايف ده؟ الوحش مات من اولها كده؟ يلا. الوحش ما ماتش، الوحش عايش، الوحش اهو، الوحش جاي. انت كبرت وعجزت؟ لا انا ما كبرتش وعجزت، انا لسه في عز شبابي. انا شلت جيل الثمانينات والتسعينات والالفينات على كتفي، ما كانش فيه جيمز في مصر غيري، كنت لوحدي واي عيل صغير يمسك الدراع ويتحكم فيا. ويا سلام بقى لو كان حريف يقعد يخبط دماغي في السقف، يخبط دماغي في السقف، اقول له يا ابني ما فيش كوينات، يخبط دماغي في السقف. معلش. واخر ده كله يركبوا عليا حته عيل سيس اسمه صابوي. الصراحه يا ماريو يعني معلم عليك. وبيلم في الليفل الواحد كوينات قد اللي لمتها طول عمري. ماشي، بالعلمك انا قابلت الواد السيس ده. قابلته فين؟ في محطه القطر. معهوش فروق، معهوش فلوس يدفع تذكره. بجد؟ مسطح فوق القطر زي الصعايده كده. طب عملت معاه ايه؟ بلغت عنه الراجل التخين والكلب اللي معاه قاطعين نفس امه جري. معلش معلش يا مريم. والله لعلمك والله العظيم دي مش شغلتي. امال انت شغال ايه؟ شغال ميكانيكي. ان شاء الله ربنا هيكرمك. انت تعرف ان انا مش هشتغل وحش تاني؟ والله الحمد لله ربنا كرمني ورحت مضيت عقد فيلم الجزيره 3. ايه ده، هتعملي دور ايه؟ الجزيره. يلا ربنا يوفقك. وانت ايه، هتفضل هنا ولا ايه؟ لا انا اتعرض عليا فيلم بس مع السبكي. طب حلو. لا رفضته. ليه؟ عايز يشيل الوحش ويجيب بداله صافيناز، يقول لي ما هدي وحش ودي وحش. بس مكالمة. طب يا ابني هتفضل في سوبر ماريو زي ما انت؟ لا، اتعرض عليا دور بقرة في المزرعة السعيدة عسل. ده نفس العمل اللي اتعرض عليا. اتعرض عليك دور بقرة؟ المزرعة السعيدة. هو انت ليه كل اللي بيتعرض عليك اماكن؟ ليه بتحب تمثلي ادوار المساحات؟ يا ابني انا مثلت شخصيات قبل كده. شخصيات ايه؟ ميدان طلعت حرب. ما هو ده مكان، ده مكان. طب اعمل لك ايه؟ ايه ده، في ايه؟ في ايه؟ الواد مسك الدراع. تاني؟ تعالى طيب تعالى. جميلة. يا جميلة، حد ينام يا حبيبتي في يوم زي ده؟ ده يوم حد ينام فيه؟ اصحي يا جميلة. جميلة يا جميلة يا جميلة. الحقني يا منتظر. ايه يا حبيبتي؟ سوبر ماريو طلع وكان واقف بيتكلم هنا معايا. نعم يا حبيبتي. اول مرة. ايه اللي طلع لك يا حبيبتي؟ سوبر ماريو والله العظيم. وكنتوا لوحديكوا؟ ما تقوليش لحد بقى عشان مراته بتزعل. انت عارفها؟ ام ماريو. على فكره دي قاعده هنا بقى معانا في الاوتيل. قاعده هنا ام ماريو معانا في الاوتيل؟ انت يا حبيبتي مالك، في ايه بس؟ انت متوتره بس من الفرح، واليوم بس غريب شويه عليكي، مش متعوده. خشي خدي دش والبسي حاجه خفيفه كده رايقه، ها؟ وخدي راحتك بقى. طيب انا هخش اخد دش. يلا يا روح قلبي. محتاجه دش. يلا يا حبيبتي. وانا بقى ايه اشوف انا حكايه سوبر ماريو دي ايه؟ لو سمحت عايز حد يجي لي بسرعه هنا. ايوه يا فندم. ايه ده؟ ايه حضرتك في ايه مسربعني ليه؟ ايه ده؟ ايه مسربعني ليه يا فندم؟ ده انت سريع قوي.
اعمل ايه؟ طب ما انا مفيش غيري هنا. مفيش غيرك هنا؟ ومفيش غيرك هنا. فقاعدين لبعض بقى للصبح. والله ما ورايا حاجه. عاطل انت؟ اه يا فندم، كلبك المطيع. تعال عايز اقول لك على حاجه. اتفضل يا فندم. هسالك سؤال كده بس، يعني ايه ما تاخذنيش يعني. لا 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 لا، ده انت تعمل اللي انت عايزه النهارده. ده انت عريس. سوبر ماريو نازل هنا في الاوتيل؟ مين سوبر ماريو؟ اه تريت سوبر ماريو. بس انا فهمت دماغك. ايوه سوبر ماريو هنا. امال ايه؟ اه سوبر ماريو هنا، ام ماريو بتحشي فوق في التام. اه والله، وسلاحف النينجا تحت في البلاع. انت شربت من الفينيك؟ فينيك؟ انا ما شربتش اي حاجه. فينيك؟ امال ايه يا فندم؟ في انت ده انت بقيت فوق خالص، انت مش معانا دلوقتي. ده انت وصلت انت، بسم الله ما شاء الله. انا تعبان متوتر قوي. انت متوتر وتعبان، انت كل اللي انت اهم حاجه عندك في الليله دي كلها التركيز. ايوه التركيز، لازم اركز النهارده. لازم تركز. ايوه امك لما هتيجي بالبط بكره هتسالك انت، مش هتسالنا انا. انا مرمي تحت في الريسبشن زي الكلب. امك هتسالك انت، هتقول لك ها، هتقول لها ها، تقول لها سوبر ماريو. لا. امك عايزاك سوبر مان. بس ايوه انت عندك حق، انت بتتكلم صح. انت والله بتشوف ناس غريبه. انا متوتر، انا متوتر جدا. بس سيبك من الكلام ده كله وعروستي يعني. ايوه ركز بقى كده واتبسط. يلا وبسطنا. ها نعم. انا هبسط مين ولا مين النهارده يعني؟ عايز افرح بيك يعني يا فندم. يلا ربنا يخليك. يلا هتقعد تقول لي سوبر ماريو سوبر ماريو يعني؟ رايح فين انت؟ انا رايح اعمل مجاتلي مازنجر. هتقرفني يا مازنجر. ده ايه اليوم العجيب ده؟ ايه ده يا جميله؟ جميله حاجه غريبه جدا، ويوم بيبقى فيه توتر كده. لكن الو، في حاجات غريبه في الاوضه. ظهرت لي ظهر لي حاجه عجيبه مش عارف. انت بتضحك عليه انت؟ ده انت غلس قوي. بس عرفتك، عامل شنب وعامل انت هتلر. لا مش هتلر. لا هتلر وربنا ما هتلر. امال عامل كده ليه؟ انت فاكر دي عشان هتلر؟ امال عشان ايه؟ دي تسلخات. ما تبطل غلاسه، ده انت غلس يا غلس. هتلر مش عشان ايدك، عشان شنبك. شنبي؟ ايوه دي الحته دي بتاعت هتلر معروف. فاكر ده شنب؟ ايوه. امال ده ايه؟ ده انا شعر مناخيري طول شويه. يا اخي اوعى يا اخي. يا اخي نزل ايدك، لعب باطك قرفتني. امشي ابعد عني. خد شيل. اوعى اوعى يا مقرف. ده انت مقرف يا عم. خد شيل. بطل قرف. ده انت مقرف قوي. يا اخي نزل ايدك، قرفتنا. حاجه تقرف. انت هتلر ما تقنعنيش. انا عارف شكلك يا هتلر. انت هتلر اللي كنت متجوز ايفا تقريبا؟ فكرتني ليه؟ ليه في ايه؟ كنت متجوز واحده اسمها ايفا وسبتها. ليه؟ طلعت بالصبار. يلعن ابو غلاستك. اوعى. خد شم. اوعى اوعى. اشم ايه؟ بطل قرف. ده انت مقرف. واه تستظرف تستظرف، بطل الخرا. والله اصلها خدتني مع عز اصحابها ايفا دي. خدتك مع مين؟ مع فاتيكا. يا باي على تقلك. انت عارف قلت لها ايه؟ قلت لها ايه؟ شكرا فاتيكا. يا اوعى يا انا. اوعى ما تلمسنيش. انت هتلر والعلامه ايه؟ ايه دي؟ دي العلامه. امال ايه يعني؟ ما انت في الشرطه المدرسيه، دي علامه هتلر. انت هتلر وباين على التسريحه بتاعتك، انت هتلر. طيب انا هتلر. ما تستظرفش. انت بقى اسمك ايه؟ انا منتصر. طب وليه مش عامل كده؟ خد شيل. اوعى. ده ما فيش تقل كده. والله جميل. يا اوعى يا اخي. اشم ايه؟ انت مجنون. اوعى اوعى من قدامي يا عم. اسكت بقى اسكت، ده انت ظريف.
ايوه انا اظرف منك. لا اسمع ده انا بتاع اوه ما تجيليش انا يا حبيبي. تصدق بتغلس مني. تخش لي ظرف؟ اه خش لي ظرف. اخش لك ظرف؟ تعالى يا حبيبي خش لي ظرف. تعالى لي لك نكته ظريفه. قول لي نكته ظريفه. ايه نكته ظريفه دي يعني؟ ايه يعني ايه؟ قول لي يا حبيبي. هقول لك. مره قنبله وقعت على قهوه. بس عارفها عملت بن؟ لا عملت انفجار. يلعن ابو غلاستك اوعى. ده انت غلس قوي. بطل قرف. ايه ده انت غلس؟ طب اقول لك واحده تانية. قول لي يا اخويا واحده تانية. مره اتنين راحوا للحلاق، واحد حلق والتاني غويشه. لا قال له نعيما. يا عم اوعى. وارفع ايدك من على الارض. رفعتها. ما تلمسش حاجه هنا. خد شم يا عم. مش هتشم يا عم. انا عارفك انت، مش انت هتلر النازي؟ ان كنت نازي افكرك. يا غلس يا غلس يا تنح. جاي لي ليه في يوم زي ده؟ انا عريس يا راجل. يا راجل يعني انت هتتجوز؟ ايوه هتجوز. طب انا هقبض عليك. ليه؟ عشان مصلحه الجوازات. طب اقول لك على حاجه؟ قول يا عم. انا رايح سايت الصوت. ليه؟ اشرب ميه. بطل جرف يا انت رخم. طب هروح الكتكات. ليه؟ اجيب كتاكيت. والله العظيم ما هرد عليك. طب انا رايح الضرب الاحمر. والله اروح الضرب الاحمر. طب عارف ليه؟ والله رد علي وتسكت. وما تستظرفش. اخر ظرفه. هتروح الضرب الاحمر ليه؟ اخر ظرفه. هتروح الضرب الاحمر ليه؟ ازور واحد صاحبي عادي. يلعن ابو غلاستك. يلعن ابو رخامتك. ايه العرف اللي بيتحدف؟ جميلة يا جميلة. جميلة يا حبيبتي. تعالي يا روحي. انا خدت شاور خلاص. خدت شاور. تعالي بقى عشان اقول لك على حاجة جميلة. ايه؟ انا مصدقك. انت اكيد فعلا سوبر ماريو دخل عليكي. اه ليه؟ هتلر دخل عليا. لا مش دخل عليا. انت فهمت؟ انت هتعملي لي كده؟ هتدروزيني؟ مش قصدي. امال ايه؟ هتلر النازي ماله؟ دخل عليا هنا وكان عايز مش عارف قاعد نكت نكت نكت. السلام عليكم ورحمه الله. ايه ده؟ انت ازاي تدخل من غير ما تخبط؟ انت مجنون؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. انت ازاي تدخل كده؟ ازاي يا حضرتك؟ انت بتضحك على ايه؟ عاملين ايه؟ انت يا بني ادم انت ازاي تدخل كده؟ حضرتك انا مسؤول النظافة في الفندق واتمنى لحضراتكم اسبوع ممتع معانا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بس ما ينفعش يعني تخبط قبل ما تدخل. ما يصحش كده. معلش بس عايز ايه؟ سؤال صغير. اتفضل. البيجامات اللي انتوا لابسينها دي بتاعتكم ولا احنا اللي مسلمينها لكم؟ سلمنا ايه؟ دي بيجاماتنا احنا. طب الحمد لله. دخلتوا الحمامات؟ ايه ده؟ ايوه دخلنا. يعني خدتوا دش؟ لمستوا اي حاجه؟ عملتوا حمام؟ قعدتوا على حاجه؟ لا ما يا دوبك غيرنا هدومنا ما لمسناش حاجه لسه. خالص خالص. طب الحمد لله. الحمد لله ليه؟ في ايه؟ احنا بس هننزل خمس دقايق الجاكوزي ننضف ونطلع على طول. مين دول بقى اللي هينضفوا دول؟ حضراتكم. انت بتقول ايه؟ انت مجنون؟ معلش انا مسؤول النظافه ودي تعليمات مسؤول النظافه. يعني ما اقدرش اكسر تعليماتي. يا سلام يا سلام. يعني ايه بقى؟ هننزل الجاكوزي ننضف ونطلع حضرتك. ما فيهاش حاجه. مش هروح. اقول لك على حاجه. سيبنا اعدي اليوم ده النهارده. ها اعدي اليوم ده الصبح اجي لك. في ريحه نتانه. معلش انا اسف لحضرتك. وانت داخل من الفندق كان في جهاز بيكشف حاجه معدن صح؟ ايوه. كان في جهاز جنبه تاني كشف النتانه اسمه. اول ما حضرتك قربت الجهاز قعد يزمر يزمر يزمر. اول ما المدام قربت اتحرق.
في حاجه غلط موجود. مفيش حاجه غلط. انت ازاي تقول كده؟ انت مجنون. معلش انا اسف حضرتك، بس هننزل 5 دقايق جاكوزي ننضف ونطلع مفيش حاجه، محدش بيكره الميه. انا مش نازل. انا دش حلو بخار ميه. مش عايز انزل انا ميه توزف كده. هننزل يعني هننزل. مش نازل. تبقاش ناتن. ايه ما ينفعش تكلمني كده، عيب. وانا بقول لك حاجه، هننزل نجري في التين. بقول لك هننزل ده الناس بتيجي الفنادق عشان الجاكوزي. يا اخي حرام عليك، ده النهارده ليله دخلتي، ما ينفعش كده. عشان كده عايزين ننظفك يا اخي ونظبطك. يا عم انا نظيف. انت شايف الملايات عامله ازاي؟ مالها الملايات عامله ازاي؟ حضرتك الملايه بتبرق، دي لسه جايبينها. ايوه جميله. انت بتلمسها ليه؟ الا بلمسها ليه؟ ما انا هنعمل ايه؟ انت غريب قوي على فكره. اسكت. ما تمدش ايدك على حاجه غير ما يا سلام يا اخويا. هننزل الجاكوزي ننضف ونطلع. مش هنزل، انا عايز حد من المسؤولين دلوقتي. محدش بيحب القرف. عايز حد من المسؤولين يجي لي حالا دلوقتي. الميه حلوه. الميه مش هنفتزل. انضف. مش هنضف. ايه ده؟ مش انا عمري ما شفت انسان كده في الدنيا. شفت أنا دخل علينا ولا خبط ولا انتوا معفنين؟ انا اسف يا مستر حسان. انا اسف جدا يا فندم، في سوء تفاهم حاصل. بس مش عمري ما شفت ناس بتكره الميه كده. بعد اذن الميه حلوه. ناخد دش نليفه ونليف المدام ونمشي. هنعمل ايه يعني؟ ليف المدام. هليف المدام كده ما دام هو متضايق. انت مين؟ حضرتك انا احمد الشريف، وعينت نفسي عندكم في الفندق. يعني انت عينت نفسك بنفسك يعني؟ عينت نفسي، وارجو ان انا اكون مبسوط معاك. احنا هنحاول نبسطك يعني حضرتك قدمت وقبلت وعينت نفسك. وحددت لي مرتب، يعني نفسي يساعدني. كام حضرتك حددت مرتب؟ 1400,000 جنيه. ده رقم انت مش فاهمه. بس رقم هيساعدني، وان شاء الله اقدر ان انا استفيد منكم معانا في الفندق. اشربوا حاجه؟ اجيب لكم حاجه؟ حضرتك احنا اسفين جدا، انا بحل المشكله اللي حصلت، وحضرتك هتاخد يومك زي ما هو وما تقلقش خالص. بعد مستر حسام بتحل المشكله هنا. انا بتصرف، انا بتصرف. ما يصحش كده. كله بسببك، احنا لو ليفنا بعض كنا خلصنا. ليفنا بعض؟ حضرتك معين نفسك ايه؟ معلش انا اسف. انا مسؤول النظافه هنا في الفندق. مسؤول النظافه؟ مسؤول عن ايه في النظافه؟ عن الجاكوزي. يستخدم الجاكوزي؟ انا اي حد اظبطه واطلعه. واحنا عندنا جاكوزي؟ لا لسه ما اتعملش. يعني انت عينت نفسك قبل ما الجاكوزي نفسه يتعمل؟ انا شاب مجتهد، انا بعين نفسي في الدوله. انا لسه هستنى الدوله ما تعيني؟ لا، بروح انا اشوف الاماكن اللي احبها اخش عين نفسي فيها بقى حاجه. وتنجح؟ وانجح فيها طبعا. ما شاء الله ما شاء الله، انت شاب مجتهد فعلا. حضرتك ممكن تتفضل معايا في المكتب نتفاهم في الموضوع؟ هو المكان هنا عاجبكم؟ المكان ده عاجبكم في حاجه؟ حضرتك انا بخلص خلاص اهو. تفضل معايا على المكتب نتفاهم مع بعضين. يعني حضرتك مش مبسوط مني؟ يعني اتفاهم، بس نسيب العريس والعروسه براحتهم يعني. قشطه بقى. ماشي قشطه. يا هتعمل ايه يعني؟ فل قوي. ايوه هتعمل ايه يعني؟ بس انا وعهد الله ما هسكت. انا وعهد الله ما ساكت. هتعمل ايه يعني؟ انا هنزل بكره الصبح بمظاهرات ولوحدي. ما هي اللي حصل كان كل واحد لوحده عادي يعني. ما خلصت يا ابن الليله دي. تعال. انا اسف، انا اللي غلطان. ايوه غلطان، لان حضرتك لازم تعد عليا الاول اشوف هتنفعنا ولا لا. اتفضل. ماشي يا فندم. اتفضل. شكرا. ماشي. انا اسف جدا يا فندم، اسف جدا. ما ينفعش يعني سوء تفاهم حصل، وبراحتك خالص، عريس وعروسه، وتبسطوا براحتكم وليله فرحك. ها يلا منتصر، انا هروح اخد شاور بسرعه عشان الراجل فضحني. بسرعة، حاجة تشيل الواحد الحزن. ده يوم فرحي وانا ليا طقوس لازم اعملها. احب انا اسمع هيفاء وهبي واتفرج عليها واموت فيها. بموت فيها. هيفاء. انا هيفاء، انا من غيري انا، قلبي اللي بتلف عيون حلوين. رقصني انا، دلعني انا، حبيبتك انا. انت ايه؟ ايه حبيبي مالك؟ مالي انت مين؟ انا هيفاء وهبي. انت هيفاء وهبي؟ حبيبي. يا شيخه بتقولي ايه انت؟ يا حبيبي صدقني انا هيفاء. ايوه انت هيفاء، ده موضوع تاني. انت مين انت؟
انا هيفاء وهبي. يا شيخه انت مش هيفاء وهبي. هيفاء ولا مو هيفاء؟ والله دي ما هيفاء، دي احلام. مش عارفه انت عامله ايه. ماشي حبيبي، هخليك تقتنع ان انا هيفاء، راح افرجيك دلوقتي. فرجيني يا اخي. عيب والموجة عالية، والموجة عالية عليا، بتشيل وتحط فيا، الكل جاي عليا، الكل جاي عليا، الكل جاي عليا. لا 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 لا. يا رب اللي مش هيسقف معايا، يا رب يا رب يا رب. مدام حضرتك في لبس في الموضوع، انت اكيد مش هيفاء وهبي، لكن ممكن تكوني عبد سلام. لو اعتقد يعني يا حبيبي ده من وجهة نظر الشخصية. انا هيفة. هيفة ايه؟ انت هيفة. ده انت هيفة قوي والله، ما في اهيف من كده. دي مش هيفاء وهبي، ده يوسف وهبي اللي انت عاملاه ده، حرام عليكي حبيبي. ايه؟ كان بدي اقعد معاك اكتر من هيك، لكن سايبة الدكان لوحده. دكان ايه؟ دكان شحاتة. ده هايبر شحاتة، دكان شحاتة. يلا حبيبي. يا طعم انت يا قمر. سلام. مع السلامة. سوري. نعم. انت شو اسمك؟ انا منتصر. وعلى كده منتصر بقالك كتير. والله يا احلام انتوا بقى هتجننوني. جميلة يا جميلة، تعالي لي يا جميلة. بيبي انا خدت الشغل خلاص. تعالي، عايز اقول لك على حاجة. ايه؟ هيفاء وهبي دخلت علي. هو انا كل ما اقول لك حاجة تعملي كده؟ دي ما ينفعش تعملي عليها كده. هيفاء وهبي دخلت علي، بس عندها مشاكل شوية. ازاي؟ يعني مش في طبيعتها، تعبانة يا حول الله، تقريبا بتاخد كورتيزون، بس بتاخد كورتيزون في حلل او شده هيليوم، لان خرجت من الباب طارت. ففي حاجه غلط بتحصل في المكان ده وانا مش هاسكت. يا منتصر انا شاكه ان في حد بيعمل فينا مقلب. حد عايز يعمل فيا؟ بس انا مش عارف اعمل ايه. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ لا لا لا، كلم المدير. كلم المدير، اكلم اي حد. الو لو سمحت، عايز حد يجي لي بسرعه. ايوه يا فندم. والنعمه تعبت جري. جري ايه؟ حرام عليك، مش ايه يا فندم؟ في ايه؟ انت بتعرف ازاي انت بتيجي بسرعه قوي؟ ما انا بتدرب بره. ايه يا فندم في ايه؟ بتدرب هو ماتش. ما تخلص يا عم بقى. اخلص ايه؟ خلص، عايزين نتفرج. يا جدع عيب بتقول ايه المدام واقفه؟ مدام ما تبطل كذب بقى، لسه انسه. ما ينفعش اللي انت بتقوله يا فندم. انا عارف كل حاجه، انا مرمي على البيت باب ساعتين بره لما ملحت. حلو قوي. شفت هيفاء وهبي؟ في ايه بس؟ انا فهمت الدماغ دي، انت شربت الفينيك. والله ما شربت حاجه. انت فوق دلوقتي مش معانا. اقول لك على حاجه. هتلر كان هنا ودخل عليا هنا. والله ما انا فاهم. هتلر شفته طبعا. شفت هتلر؟ ايوه يا لهوي. ايوه شفته. أيوة. كان مأنجز موسوليني في الطرقه وابو لهب بشوي تحت. عليا الطلاق، انت شربت بقين فينيك يا عم. والله ما شربت حاجه لذيذه زي ما هي. طب اخلص يا فندم بقى، اخلص بقى، عايزين نتبسط بقى. انت تتبسط ليه انت؟ ما انا فوق بتبسط لما بتفرج. انت بتتفرج عليا؟ انت مجنون يا فندم. اخلص يا فندم، انا بره هنا. عايز اسمع اخبار حلوه. حاضر. ماشي. ايه يعني ايه تسمع اخبار؟ هتسمع ايه انت؟ صوت عيل صغير. يا عم امشي يا عم، ده انت تنح فندق كل. يا سلام يا اخويا. يلعن ابو غلاستكو، فندق تلم. يا منتصر. ايه؟ يلا بقى نلم حاجتنا ونمشي من هنا. نلم حاجتنا ونقول في داهيه. طب يلا. انا زهقت. السلام عليكم ورحمه الله.
انت عايز مني ايه؟ انت في ايه بقى يا اخي؟ انت ما فيش سيره في الفندق غير عليك، كل الجست النت راح النت جه، مش ممكن يا صاحش كده يا اخي. تعبان عندك امراض نتانه، تعالى للعياده شوف. يا عم مش تعبان انا. فاتح عياده ليه؟ ما انا الناس اللي زيك والمدام. يعني انا معفن وانت عادي؟ في ايه يا اخي؟ طب هقول لك على حاجه. عايز ايه؟ وتشغل مخك شويه يمكن تفهم. ماشي. انت لما بتيجي هنا بتشم ريحه وحشه صح؟ ايوه. الريحه دي اللي انت شمتها مش بتشمها في اي مكان بتروحه؟ ايوه. نفهم من كده ايه؟ نفهم من كده ان انت داير تلف في الفندق كله. يا رب يا رب ارحمني من اليوم ده. نفهم من كده ايه يعني؟ مش تعبان انا. عيان تعالالي. مش تعبان. خمس دقايق الجاكوزي والله يا هننضف. ده انت عجيب قوي. ولا حد يكلمك. يا اخي اسكت بقى. مش هتنزل الجاكوزي؟ مش هنزل الجاكوزي خالص. خالص. طيب يبقى طيب ناخد دي هنزنف دي في العضل ونخلص الليلة دي كلها. انت بتقول ايه يا جدع انت؟ انا بس هفهمك، احنا هنزنف دي في العضل، دي حقنة نظافة يا مدام. انت مرتبطة؟ انت مجنون. في ايه؟ انت مجنون. انا مش بتكلم معاها. ده دي مراتي. انت عمرك ما رحت الارجنتين قبل كده؟ ايه العلاقة يعني؟ الارجنتين لما راجل يتكلم مع واحدة متجوزة يصبر هو لحد ما يخلص وبعدين هو يسر. تتكلمش وانا بتكلم معاها، ممكن؟ ده الارجنتينيين بيعملوا كده. هنزنف دي في العضل ونمشي. يا جدع انت بتقول ايه؟ صدقني بس دي ايه الحقنه دي؟ عباره دي حقنه اسمها حقنه نظافه. عباره عن ايه مكوناتها؟ دي بتبقى نصها كلور والنص التاني جاكوزي. دي بتتاخد في خمس دقايق بالظبط. بتتاخد في خمس دقايق؟ خمس دقايق بنحطها نزنفها. مش هاخد حقن انا. هنزنف دي في مش هاخد حاجه ولا عايز حد من المسؤولين يجيلي. انا مش هينفع. انا عمري ما شفت انسان. اهو مستر حسان جه. تعالى اقعد معانا. خش رابع جنب اخوك. خش. خلاص يا اسطى اربعه ورا. اطلع. يا جميله. اقفل الشباك جايب تلج. حرام عليكوا. صدقني لو زنفنا دي هتستريح. ما تبقاش عينة دي. انا اسف جدا. اسف جدا. صراحة ده ما بيحصلش عندنا في الأوتيل، وده أول مرة يحصل وآخر مرة. اتفضل بعد إذنك. اتفضل بعد إذنك. مش عارف أنا والله، عمري ما شفت إنسان بيكره المية كده. مش معقول أنا مش مشيتك؟ يا بهلو في حقن والله، وأنا يعني عملت حاجة؟ أنا مش مشيتك؟ ما أنا عينت نفسي عندكم طبيب الفندق. أنت طبيب الفندق؟ أيوة. حضرتك درست طب؟ أيوة. درست قد إيه؟ طب سنتين. إيه طب سنتين ده؟ طب أطفال. طب حضرتك يعني جايب له دلوقتي البتاعه دي عشان تديها له؟ دي هنزنفها في العضل، مش هناخد وقت. حضرتك احنا مش عايزين طبيب عندنا في الفندق حضرتك. لا ما هو مفيش طبيب هنا، لازم يبقى فيه طبيب. لا مش لازم يبقى فيه طبيب. لا ما انا عينت نفسي هنا خلاص، ما انا راشق. يعني ايه عينت نفسك؟ هو بتعين نفسك غصب عننا يعني؟ شاب مجتهد في البلد، الله يقعد في البيت. ما ينفعش حضرتك، ما ينفعش ان احنا نضايق الزباين كل شويه. بص العريس متضايق ازاي يا عيني. يا جماعه حرام عليكم، ايه حبكم في المكان؟ تعالوا اقعدوا هنا طيب جنب الزهريه. خلاص واقفين ليه؟ ما تتفضلوا. حضرتك انا بتصرف وهمشيه وكله هيبقى تمام. يا مستر حسن والنبي خلوا لنا يدخل. ادخل. اتفضل. ماشي ماشي. اخرج. شكرا. اتفضل. قشطه. ايه؟ والله ما ساكت. والله انتوا اللي هتزعلوا. هتعمل ايه يعني؟ والله العظيم انا مهم جدا للبشريه. ايوه هتعمل ايه؟ البشريه كلها واقفه عليا. البشريه كلها واقفه عليك؟ ومش هسكت ابدا. وهزنفها يعني هزنفها. تعال اتفضل شوف هنزنفها ازاي دي. اتفضل. يلا بره. خلاص انا اسف جدا. خليك كده انت يا نتن. انا اسف جدا، ده مش هيتكرر تاني. حضرتك من دلوقتي عريس وعروسه واتبسطوا. ها؟ يلا. تياترو ما مش هينفع كده يا جميلة.
طب يا منتصر ما انا بقالي ساعه بقول لك نلم حاجتنا ونمشي. بس انا هتصرف، انا هعمل تليفوناتي الخاصه عشان انت ما تعرفيش بقى انا ممكن اعمل ايه. ورينا. ايوه. ايه ده؟ انت بتحس بيا احساسك مرهف. مفيش غيري وغيرك هنا فبنحس ببعض. طب مين قالك اللي بكلمك انت هكلم حد تاني؟ اصلا انا رامي ودن هنا على الباب. انت بتتجسس عليا؟ يا عم تعمل حاجه في ليلتك التين دي بقى. انت مركز في كل الناس وسايب اهم حاجه. حرام عليك. امك لما هتيجي في البطه هتسالك انت. يا عم ما تخليناش بقى نشتم في اليوم ده. اسمع مني. بط ايه وز ايه يا عم؟ امك هتيجي والله بكره بالبط. الساعه 5 الفجر والوقت بيضيع. امك هتيجي كمان ساعتين. طب اسالك سؤال عشان انا هتجنن. اتفضل يا فندم. انا ريحتي وحشه. ايه ده؟ لا ريحتك مني كده. ايه الجمال ده؟ ريحتك حلوه. ريحتي حلوه؟ اه. خش استحمى انت. يلا يلا خش. كل ما بيخش بيشم ريحه زف. اصل مش ممكن يكون كده في حاجه. هو مين ده ولا في ايه؟ في ناس عجيبه بتدخل هنا. يا عم مفيش حد بيجي لك. يا عم انت بيتهيأ لك. ومستر حسان دخل معاه ازاي بيتهيأ لك؟ مفيش الكلام ده خالص. انت سايب اهم حاجه في الليله ومركز في ناس تافهه. ايوه صح. المفروض اركز في اللي انا جاي اركز فيه النهارده. يلا ركز فيها بقى. طب انت هتقف ولا هركز؟ انا هتفرج من بره. نعم امشي اخرج بره يا اخي. هتفرج من بره. ده انت عجيب. يلا مع السلامه. سلام. مع السلامه. يلا يلا يا رزل. ماشي. يلعن. ده انتوا طلمة. بقول لك ايه بقى؟ يلا نمشي. يلا نمشي بقى. يلا نمشي من هنا حالا. ايه ده؟ الباب بيخبط تاني. انت لحقت؟ انت لحقت يا اخي؟ ده مفيش حد. ايه ده؟ ده الصوت جاي من الحمام. انا رحت اه. يا تعالي هنا يا سفله. في ايه يا؟ مين في الحمام؟ اقسم بالله ما في حد. خليني اكلم الناس. في حد في الحمام؟ والمصحف طبيعي. بتجيب رجاله من ورا ضهري. مفيش حد وحياتك. اصبري شويه. هتشوف انا مين في الحمام انا. الله يا كلبه. اتفضل يا اسطى. خبوني بسرعه خبوني بسرعه خبوني بسرعه. انا الملك منقرع. منقرع؟ حرام عليكم. ايه حرام عليكم؟ ايه انتوا بتطلعوا لي منين انتوا؟ هم طلعوا لك. طلعوا لي هتلر هيفاء وهبي لو تسمع عنها يعني. ماشي. وناس كتيره كل شويه تظهر لي هنا. دول ضحكوا عليك. دول كهنه المعبد الاشرار الوحشين. دبوس راع. ايوه. وخابوه حطب وسقايه بيها 8%. يا سلام. اه انت فرعوني بجد؟ ايوه. انت لمين قلت لي؟ انا الملك منقرع. سؤال بقى يجنني. ليه سموك منقرع؟ انا اقول لك. انا مره قاعد في الهرم. ايه ده انت قاعد في الهرم؟ ايوه. فين في الهرم؟ في الطلبيه. ده انت جوه بقى. ايوه طلبيه جوه. في الهرم من جوه انت؟ ايوه. ده انا من مصر القديمه. ايه ده؟ من عندنا؟ من عندكم انتوا. مصر القديمه قوي. انا مصر القديمه بس يا عادي يعني. كمل لي قصه منقرع. وانا قاعد في الهرم. ايوه. راح جاي حد مخبط عليا فانا قلت من قرع فعشان كده سموني منقرع. الله اكبر. يا سلام عليك. بسيطه قوي. ده انتوا الفراعنه يعني فيكم. صح صح انتوا فراعنه كده. والله مش عارف اقول لك ايه. نعم. ايه ده؟ ما انت مراتك حلوه قوي. انت بتعاكس مراتي قدامي يا فرعوني يا كلب. اعاكسها لو سمحت. عاكسها بس ما تلمسهاش. جت عليك. اعاكسها يا اخويا. وروني بقى الفراعنه بيعاكسوا ازاي يا حبيبي. ما تيجي في دار الكتب ونجيبها من حوضه. انت تعرف هتلر؟ لا لا لا. يعني هتلر ما تعرف. روج من هنا بره. خدش هنا. اوعى اوعى يا اخي. طب هقول لك مشكلتك. ايه؟ انتوا محسودين وانا ما بحبش الحسد. عارف ليه؟ ليه؟ عشان الحسد ملك الغابه. يا لهوي اضرب نفسي بالبلغه. اعكسها؟ هتعكسها تاني؟ اه عكسها. امون انا وعيد السنه. يا عم والنبي ابوس ايديكوا بقى. في ايه يا عم؟ انت ما تحترم نفسك. على فكره انت تنكه قوي. انا مش تنكه. مش تنكه. مش تنكه في نادي ايه؟ بتقول ايه؟ مش مضايقك؟ والله هو رخم قوي بس انا مستحمله وصبره. برافو عليكي. الصبر مفتاح الفرح. على فكره يا استاذ انا كويسه جدا. انا كنت ناويه اتحجب وشويه شويه هلبس الخمار. برافو عليكي. ده مفتاح الجنه. بس بصراحه بقى زهقت. يعني احنا السنه اللي فاتت رحنا نصيف نزلت البحر لبست شورت. السنه دي هنزل بمايوه. ده مفتاح شقه الهرم. عيب كده. انت بتقول ايه؟ انا اسف. معلش. ده انت فرعوني قليل الادب. انا اسف. ما يصحش كده. دي المدام بتاع. حاضر. حاجه مين؟ اهو. اسف جدا. اسف جدا. مفتاح شقه الهرم. ايوه امال. اسف جدا. براحتك. اتفضل. مفيش حد هيضايقك تاني. ليله ليلتك. عريس بسط. ها.
ايه اليوم ده؟ يا منتصر ابوس رجلك والنبي نمشي بقى. نمشي نمشي. السلام عليكم ورحمة الله. انت عايز مني ايه يا اخي؟ حرام عليك. انا ما ورايش غيرك انت في البلد. خلاص البلد كلها ما فيهاش غيرك يعني انت؟ ده البلد كلها ما فيهاش غيرك انت. لا حضرتك، انا محمد السلاب رئيس مراحيض عم. يا دي الاسماء اللي بتخش لي بيها كل شويه، انت عارفك. انا في واحد صاحبي طبيب عزيز عليا وصاني ان انا ازنف لك دي في العرض. يا لهوي. يلا. لا يا عم. هعملها من بعيد. لا من بعيد ولا من قريب. يا اخي في ايه يا اخي؟ حرام عليك. والله هننزل ننضف. حرام عليك بقى والله. خلاص طب ما تزعلش والله، والله ما تزعل. خلاص يا ايه والله ايه خلاص. شيل الحولة دي من قدامي. ما تعيطش بقى. يوه. انت الوحيد اللي بستريح له. خلاص خلاص. والله العظيم ما اضايقك تاني. والله ما اضايقك تاني. كلهم دخلوا عليا وانا لسه ما دخلتش. معلش. حرام عليك بقى. والله حقك عليا. خلاص بقى ما تزعلش بقى. خلاص والله ما اعمل لك حاجه. خلاص والله هي خمس دقايق هننزل الجاكوزي ننضف. يا عم حرام عليك، مش داخل الجاكوزي، انت هتجننوني. عمري ما شفت حد يسمع سيره المايه يتجنن كده. انا عايز حد من المسؤولين يجي لي. انا مش فاهم في ايه. وانتوا قاعدين كلكم على الباب بره. اسف جدا. اسف جدا. انت بتكذب عليا وما بيجوا تاني. إيه انت جيت تاني؟ لا خالص مش انا. ما جاش اهو. امال ايه؟ يبقى بيتهيألي. اكيد بيتهيألك. حضرتك الاخ ده معانا هنا في الاوتيل. ثانيه واحده يا عبود. نادي بقيه الناس. ايوه مستر. حاضر حاضر. عبود برضو شغال معانا في الاوتيل هنا، والاستاذ شغال معانا في الاوتيل، هو اللي ماسك قسم الحسابات. ايوه صح. ليه؟ صح ايه؟ ماريو، سوبر ماريو، وهتلر، وتوت عنخ امون، وهيفا، وادوار اخرى. دول كلهم شغالين معانا في الاوتيل، والنهارده كنا بنحتفل بيك عشان فرحك. عايزين تعملوا فيا مقلب. مقلب مقلب. اوه اوه. ايه رايك حضرتك؟ كل ده اتصور دلوقتي. نعم كل ده بيتصور حالا، احنا على الهوا والناس كلها على الهوا، وانا مع مراتي في ليله الدخله. بس في حاجات معينه ما كنتش هعرضها على الناس، هتفرج عليها لوحدي، ما تقلقش. ازاي؟ الحمد لله. احنا الحمد لله. حضرتك احنا بنحتفل بيك لان الناس لما يشوفوا ده بيحصل عندنا النهارده اكيد كل الناس هتقبل طبعا ويجوا عندنا. لازم. والفندق يبقى مليان جدا. انت ايه؟ ايوه. واخد بالك؟ صح. يعني احنا على الهوا دلوقتي. احنا على الهوا. ايوه. جميله. نعم. تعال اقول لك، هم عايزيني يخلونا يعملوا فينا مقالب عشان الجيست يجي هنا. طبعا. احنا بقى مش هنسكت بقى. هتعمل ايه؟ ده انا بتاع ال طيب هتعمل ايه؟ جميلة. ايه؟ انت طالق. يا ابن الايه يا صايا، ميرسي قوي يا بيبي. ايه ده انت طلقتها؟ ايوه ايوه. يعني بوظت الجوازة؟ ايوه بوظت. بوظت الناس اللي جولنا الفندق؟ ايه البواخة بتاعت حضرتك دي؟ انا بايخ بقى، انا حر، انا نازل تحت بقى. يلا باي باي. يا نهار ابيض. يلا يا جميلة. صباح الخير. انا بكره الصحيان بدري، ما بطيقش وظيفتي بسبب ان انا بصحى لها بدري، ولازم اجي البنك اول واحد عشان انا مدير خدمه العملاء، فلازم اجي قبل العملاء واجي قبل الموظفين. حاجه تقرف، حاجه تخنق. وتصحى الصبح تنزل في الشارع الصبح بدري تلاقي العيال الصغار راح المدرسه معمصه كده، مش عايزه تروح المدرسه، والجو الصبح بيبقى خنيق. انا مش عارف اقول لك ايه. الصبح بدري والهواء جميل، مفيش احسن من الصحيان متاخر. تصحى براحتك. امشير يا ميشو. يا امشير. ايوه ايوه مش ايوه مش. ايه يا عم مين الحمار اللي بينده على مش مش. مين الحمار اللي بينده؟ ايه ده سياده المدير، انا اسف والله انا فاكر حمار تاني. ايه انا قصدي فاكر واحد تاني. فاكر واحد. وانت واحد تاني هتشتمه؟ انت اقل وظيفة هنا، انت الوحيد اللي تتشتم، مفيش حد تشتمه. انا كنت فاكره الزبال.
في بنك فيه زبال. ايوه بيجي هنا كل يوم بديله الفلوس المقطعه يرميها. نعم. بتعمل ايه؟ والله امبارح مديله رز من الدولارات مقطعين خدهم رماهم. انت مجنون؟ ليه؟ الفلوس دي بتتعدم. انا ما اقدرش اشوفها وهي بتتعدم، هو ياخدها يعدمها بره. والله منظر الدم ما اقدرش، ده غلبان. غلبان؟ ده جاب مرسيدس اول امبارح فرحت له. يا ابني جاب مرسيدس عشان بيضحك عليك. لا هو قايل لي واقع على واحد دهول اللي بقاله فتره بيقلبه في فلوس. انت الدهول؟ ايه ده؟ انت الدهول، وهنكتشف كلنا في البنك ان انت الدهول مع الجرد السنوي، هتروح في 60 داهيه يا اهبل. واروح في 60 داهيه ليه؟ ما تدفع لي من اللي عندك، ما انت بتقبض على قلبك كده. يا عم بقبض انت ما. هتعمل زي الناس اللي مش فاهمه يقول لك ده شغال في بنك يعني بيقبض فلوس كتير. يعني مش بتقبض لك يجي مليون جنيه. مليون جنيه؟ ده هم 800,000 جنيه. كم؟ والله العظيم ما عارف اعمل بيهم ايه. القصر بتاعي مش عارف اجدده. كل حاجة مش عارف اجيبها، مش عارف اغير الطيارة لابني. اعمل ايه؟ ربنا يكون في عونك. زمن اخبر. طب وبتعمل ايه لما بتتزنق يا باشا؟ بميل على امي اخد منها 200,000، اخد من اختي 500,000 وهي ماشية. انت بتمشيها ازاي؟ انت اللي عايز اعرف. احنا عيلة 17 نفر ساكنين في 5 متر. ب 300 جنيه بنمشي كده في ال 5 متر. والله امي بتنزل لنا الاكل كده. مفيش، عايز تلعب ضغط تبقى عند الجيران رجلك وايدك عندنا في البيت. مفيش المكان كنس ب 300 جنيه. 300 جنيه؟ ملوك. انت يا باشا ايام ما كنت خاطب كنت مدلعني كبسات من ساعة الجواز وبقيت لا مؤاخذة مفيش. لا لا لا، الخطوبة حاجة والجواز حاجة تانية. وانا خاطب كان مزاجي رايق. يا سلام. كنت اروح خطيبتي تقول لي ايه؟ يا حبيبي انا عايزة حبك، عايزة حنانك، عايزة قلبك. دلوقتي بعد ما اتجوزتها يا حبيبي انا عايزة فينو، عايزة لبن، عايزة جبنة. عايزة بامبرز 7. ليه؟ بامبرز مقاس 7؟ هلبسه انا؟ لابنك ده قد ايه لا مؤاخذة؟ سادة تؤمن بايه؟ لا اله الا الله. والله العظيم ما بخلف. ايه ده؟ والله ما خلفت. امال ايه؟ سمراتي يا عيني عشان ما بتخلفش يعني فمخها يعني تعب شوية. فتقول لي وانت جاي هات لي بامبرز، عايزة هدوم صغيرة، وتقعد تلبسها. موضوع الخلفة ده مش تعب مراتك بس، كلنا انا والموظفين كلنا بنتكلم عليك. بقالك 5 سنين متجوز، اللي ما مراتك حملت حتى حمل كاذب. يا اخي دي حاجة بتاعت ربنا. ونعمة بالله بس اجتهد شوية برضو. هو انت كنت معانا؟ مش قصدي ايه اللي اجتهد؟ اجتهد انت مجنون؟ يعني انت مفيش امل في الخلفة دي خالص؟ لا يا عم مفيش اي امل، الحمد طب لله. طب ما تقدم على طفل. هو قرض يا باشا. مش قصدي، قصدي اعمل طفل انابيب. طفل انابيب؟ ده ازاي ده؟ والله يملى عليك البيت وكل شويه الواد يفضى رايح تملاه. ايوه صح. وطبطب عليه كده اقول له معلش يا حبيبي تن 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 تن. وتقول له يلا روح نام على سريرك تدحرجه بس. وقبل ما ينام لازم اطمن عليه بالولاعه ومشيه عليه كده. ممكن يفرع في وش. شفت اهو عيل ومال عليك البيت بس ده بقى ايه؟ وتركب له بامبرز وتفرح بقى. لا ده ما تركبلوش بامبرز. امال ايه؟ تركب له جلده. ده طفل انابيب. بص يا باشا انت مخك فوت بسبب موضوع الخلف، انا هسيبك وانضف البنك. يلا نضف كويس عشان انا تعبان صراحه شويه ومش فاضي. يلا كفايه هزار بقى. بص يا عم انت وهو يعني البنك لسه ما فتحش، انا عامله من حقي ادخل يا عم وانسى. انت قلت مغرين ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه ده يا باشا؟ بص ده بعدين سلام. ايه ده؟ ايه ده؟ مين ده؟ انت مين ده؟ انت قول له انت مين ده؟ انت يا حبيبي. ايه ده؟ بيعمل ايه ده؟ سيبه سيبه شوف بيعمل ايه. برضه بديت الشراب الصغير. ايه ده؟ بيعمل ايه ده؟ نعرف بيعمل ايه. تسال انا بس كده محدش هيعرف يقفشني. انت يا حبيبي انت بتعمل ايه يا بابا؟ خد تعالى هنا. بص يا عم. بص ايه ده؟ انت مجنون يا ابني. ايه يا عم انت واقف فيه؟ ايه اللي فيه؟ بتشوط مين انت؟ خد هنا. راح فين؟ فين؟ اللي هو كيش كيش. ايه يلا في ايه؟ بص يا عم انت سيبه. سيبه يا باشا، سيبه يا باشا. انت مين يا عم انت؟ انا المدير بتاع البنك ده. ايه ده الساعي يعمل لك شاي؟ انت يا ابني بتقول ايه انت؟ بقول له انا الساعي اعمل لك شاي. انت عايز ايه انت؟ لو سمحت هو في دولارات؟ ايوه يا حبيبي. ما ده بنك يا بابا. طب في ين؟ ايوه في ين يا حبيبي. طب في اورو؟ في اورو بالشوكولاته عندي جوه في انت
ده مجنون يا ابني. يا جدعان ما تجنوناش. طب ثواني الحق دخلت له قلم من انت. تعالى بس، تعالى ثانيه، تعالى ثانيه بس، انا فاهمكم كل حاجه. الواد رسم لي البتاع ايه؟ تعالى كده. ايوه بعد اذن حضرتك بس عشان ابقى فاهم يعني. بس هو البتاع الباب الخروج اللي هو من ورا دوت من هنا صح؟ اه من هنا. اه تمام. والحمامات فين؟ الرجالي ولا الاطفال؟ الاثنين من هنا برضه. من هنا برضه. تمام. وده الباب العادي اللي الناس بتخش منه. ايه ده؟ ده رسم البنك بتاعنا بالظبط. ده هو بالملي. الله الحق. ايه صورته؟ ايه اسمني؟ وعاملين لك قرنين يا باشا، شكلهم عرفوا موضوع الخلفه. افضحني قدام العملاء. اصل رسمين البنك بالظبط والله. معلش انا اسف يا جماعه، بس هو اللي رسم ما كانش يعرف بيانات عنكم كويس. ممكن اخد بياناتكم؟ اتفضل. طب ماشي ثواني يا حضرتك. اوف بس حضرتك كده اهو، شاب اسمر ب 12 سنه، لا انا اسف 11 منزوع الديل، يشبه محمد مني، لا يشبه ريكو، يشبه ريكو، ومعه وائل كفوري. تمام شكرا. ايه ده كده؟ تمام. انا نفسي اعرف ده دخل ازاي والباب مقفول. انا مش عارف. وفين الامن؟ انت مين يا ابني؟ زغلول فين بتاع الامن؟ وازاي يدخل مني؟ مش عارف. انت مين؟ شويه وهتعرفه. ايه ده؟ مجانين. ايه ده يا باشا؟ ايه الناس اللي هتجننا دي؟ لا هتجننا ولا حاجه. الكاميرات بتاعت البنك كله بايظه. ولا كاميرا بتصور؟ ولا كاميرا بتصور. اوصل لفرع الرئيس اجيب مهندس الصيانه عشان يجي يصلحها. ماشي يا باشا. ماشي. مش معنى ان الكاميرات ما بتصورش ان انت تقف زي المره اللي فاتت سلبوته وتقعد ترقص. تقلع وتقعد ترقص في قلب البنك عيب ما يحصلش. ده خيال ده يا باشا. انا راجل محترم. انت راجل محترم؟ انا اهلي بالسعيد يقطعوني، ايه اللي اقعد ارقص وقله القيمه دي؟ والله العظيم هخرج من هنا والمزيكا هتنزل وهترقص. ماشي ماشي. وهفكرك. انا همسح. هتمسح؟ ايوه. طيب ماشي يلا روح. انا بتاع وعامل لي مدير بنك. انا بمسح الحيطه اهو يا باشا. مش قلت لك انا هخرج من هنا والمزيكا وهترقص؟ والله عشان انا عارفك وعارف قلاعيبك. وقت فراغ والله يا باشا. مش لاقي حاجه اعملها. وبعدين انت ايه اللي رجعك تاني؟ نسيت الشنطه بتاعتك. لا اجيبها لك. الشنطه موجوده في الدرج البني يا باشا. في الدرج البني؟ ايوه. والله العظيم هتجنني. اتفضل يا باشا. انت بتشوط الفلوس؟ هي كره ما شطهاش على فكره وربنا. يا ابني انت اول ليك يوم معايا في الامن هنا. ماشي. لازم تفهم وتفهم الحاجات اللي احنا بنعملها. بقول لك انت جايبنا البنك ده الصبح بدري ليه؟ احنا جايين نبيع لبن هنا يا عم. يا ابني احنا بنيجي نورد فلوس، لازم نيجي بدري عشان الناس لما تيجي تشتري فلوس تاخد فلوس تلاقيها. ايه ده؟ هو الناس اللي بتيجي هنا بتاخد فلوس؟ اه طبعا. طب تعالى نقف في اول الطابور انا وانت، احنا جايين بدري اهو. نقف في اول الطابور الفلوس تطلع ناخدها كلها. يا ابني احنا رايحين جمعيه، سيب الحاجه. ماشي. سيب الحاجه هنا وتعالى هنا. ماشي. بص ايه، انت اتمرنت كويس في الشركه قبل ما تيجي؟ طبعا. طيب ماشي يلا. كيف تتعامل مع الحرامي؟ كيف؟ انا بسالك انت يا ابني. اه ده انت سؤال ليا انا. اه ليك انت. انا هعمل انا كاني حرامي وانت يلا هتتعامل معايا. ماشي ماشي يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك عامل ايه؟ انت الحرامي؟ قفشتني. اه قفشتك. اصل انا والله العظيم مش بسرح عشان ده، عشان ابويا وامي والله بس يا عم خلاص. تاخد فلوس؟ هات واحد. خد يا عم بقى، خد فلوس. تاخد واحد كمان؟ هات كمان واحد. خد يا عم بتاعت تاني اهو يا عم. تاخد تاني؟ هات واحد عشان ابويا عنده السكر. لا يا عم كل الا السكر. السكر غالي، ده تلاقي الكيلو ب 7 جنيه دلوقتي. خد يا عم فلوسك. انت جاي تحل ازمه الشعب؟ بس يا عم تعبت يا ابني. بس اسكت بقى، صعبان عليا وربنا. يا بت انت متخلف يلا. بس والله ما انت شحتفت جامد، قهرتني يا ابني. ما ينفعش الحرام يصعب عليه. فاش خالص مهما عملت. انت اللي عملت الشحتف. مهما تشحتف لو اتقطعت حتت قدامك ما تعيطش. حاضر. رجع الفلوس تاني. ماشي اهو يلا. ك
كيف تتعامل مع الحرام؟ كيف بقى؟